الو، اتفضل. الو، معك عباس رافض من كربلاء. يعني ايه كلمة رافض دي؟ يعني رافض، هو احنا ديننا رافض ايوه، يعني ايه من رافض؟ يعني الروافض. مثلا انت حضرتك بترفض من يقول بتحريف القرآن؟ لا، مو تحريف القرآن، شنو احنا ما عندنا انت تحريف بترفض القرآن. انا بص، سؤالي واضح، انتم انت ترفض من يقول بتحريف القرآن؟ لا، مو هم احنا روافض، لان احنا سمونا روافض. انت رافض لكن مش عارف انت نرفض رافض ليه. ابي بكر وعمر وعائشة. نرفض يعني انت ابي بكر رافض عشان وعمر رافض وعائشة. ابو بكر وعمر وعائشة، لكن مش مشكلة عندك من يقول بتحريف القرآن. ما نقول احنا بتعرف القرآن، احنا عندنا قرآن انا هذا بقول لك انت ترفض من غير يقول بتحريف القرآن، ترفض من يقول بتحريف القرآن. انتم ولا عندكم القرآن محرف؟ روح يلا 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 يلا، مش تقول له هل ترفض من قال بتحريف القرآن؟ يقول لك لا. صحيح، احنا ما بنقولش بالتحريف. الله المستعان.